السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. صدر اليوم 3 أوامر ملكية، منها إعفاء مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه وتعيين محافظا للخارج. صدر اليوم 3 أوامر ملكية فيما يلي نصوصها: الرقم 1 تقسيم 101، التاريخ 2/4/1444. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الرقمي 1/90 بتاريخ 27/8/1412، وبعد الاطلاع على النظام المناطق الصادر بالأمر الملكي 1/92 بتاريخ 27/8/1912، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم المملكي رقم M/10 بتاريخ 18/3/1991، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1/14 بتاريخ 3/3/1414 أمرنا بما هو آت: أولا، يعين صاحب السمو الملك الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز آل سعود محافظا للخرج بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه: سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرقم 1/102، التاريخ 2/4/1444، بعون الله تعالى وتوفيقه. نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 بتاريخ 27/8/1412 هجرية، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم M/10 بتاريخ 18/3/1391، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1/598 بتاريخ 13/9/1441، وبناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على ارتكاب معالي الدكتور عبد الرحمن ابن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبد العزيز وغسل الأموال والتزوير، أمرنا بما هو آت: أولا، يعفى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه. ثانيا، تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه. ثالثا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه: سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرقم 1/103، التاريخ 2/4/1444 هجرية. بعون الله تعالى، نحن سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1/90 بتاريخ 27/8/1412، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء والنواب الوزراء وموظف المرتبة الممتازة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم M/10 بتاريخ 18/3/1391، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1/14 بتاريخ 3/3/1414، أمرنا بما هو آت: أولا، يعين الدكتور هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله آل شيخ مساعدا لرئيس حقوق هيئة الإنسان بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه: سلمان بن عبد العزيز آل سعود،